عن طريق حياب وقر منصوري اللي كان عندهم كاريزما وكان عندهم يعني شخصية وبرسوناليتي، كما نقولوا بلي يعني كان سوء تفاهم مع المحلي، ولكن بدا نقول بلي هادو كانوا ولاد فاميليا مقارنة، سامحني يا محمد، مقارنة بهذا اللعب، لأن اليوم الشعب الجزائري والجمهور الرياضي لازم يعرف الأشياء، لأن اليوم حنا كصحفيين نتعاملوا مع هاد اللاعب. تيريدو ما تصفقش، ما تشجعش، استنى 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 استنى. ايضا لاعبين كي تشوفهم في النوادي في ايطاليا ولا في انجلترا ولا في اسبانيا ولا في البرتغال، كيجوا الى الفريق الوطني يا خويا هذا فريق وطني، ما الذي يتغير؟ ما الذي يتغير؟ ما الذي يتغير على بلادك؟ هاد اللاعبين اليوم داو يعني دخلوا في واحد الثوب، دخلوا في واحد لو كوستيم اللي كبير عليهم، ما لازم ما تنساوش تنسى باللي راك تلعب للجزائر، والجزائر سي ال كي ترون سيرفيس، تي نورون با سيرفيس للجزائر، هما سامحني ما ربحنا بهم لا كوب دافريك، وما حبيتش ندخل في واحد التفاصيل باسكو بلادنا هذه ما قدروش ندخلوا، هادو لي جوار ما داروا والو يا حكيم، حنا اللي عاوناهم ديناهم كوب دي موند، درنا لهم ان سي في، توا كوب دي موند يسون دوني افو باسكو تخدمهم، ولكن كي نلحقوا لافريقيا حبينا المنتخب تاعنا يولي منتخب قوي، اليوم صح ما عملناش في السابق، عندنا مشاكل عديده في الكره الوطنيه في الانديه، ولكن هاد اللاعبين بادلونا يا خو، اقسم بالله غير بادلونا، هذا واش نقدر نقول لها؟ كيف كيما هادي نورمالمون شوفهم انت كذا، لا عيب يا اقسم بالله يا ما نقدر نهضر والو، اقسم بالله يا عيب يا ما تقدرش تهضر كاع، كنا نسناو فيها في لي ماتش اميكو، كنا نشوفوهم نسناو في هذا، ما كاش ما كان والو في لي ماتش اميكو، حراره ما كاش، حنا نهضروا نقولوا نروحوا نهضروا الفريق تاع 82، حنا 1982 الكره ما شفناهاش والله يا خو، ما كاش عندنا حظ في هذه البطوله يا خو، ان شاء الله لا بروشين لازم يبدلوا لنا لونترينور، ما كاش واحد ما كان يستنى في هذا السيناريو يا خو، انا كنت مرشح تزايد باش دير مشوار شباب في كوب دافريك هذه، مي الله غالب كان يخص لونترينور عنده لمسه تاعو يا خو باش يصنع فيها. سي مور لو كور نخسروا في هذا لا كومبيتيسيون هذه، باسكو عندنا كاع لي زانغريديون باش نديروا نلعبوا على البوديوم. لي جوار ما كانوش كاع يديك حارين، راحت فرص وكرة في فرصة، يمشي خطيرة عرضية جول، إليه عبدالو يا نمس، عبدالو يا يوسف، الذنب عمره ما يستطرد، جول تونسيا، جول واحد بلاش بن سبعيني ينقاد إلى السبع يوسف المساكني في المقابلة ولا في المركز، يعني يديروا اشياء و يعني ما العقل ما يتخيلهاش. ترجع الكره مره اخرى، امشي يا وابي ما تهلكناش يا وابي بنادي إليه ضربة جزاء المنتخب الوطني التونسي، غلام يرتكب خطا عمره وخسري بنادي ريدو، المنتخب التونسي نعيم السليد، وعسلة المباراة، مالك عسلة حارس الشبيبة فريق شبيبة القبائل، سليد إليه العالم الثاني، انسى كورتو احنا كورتو، مشهد غريب وسيناريو لم يكن ينتظره أكثر المتشائمين في بيلو أوريزونتي الذي ستبقى شاهدة على خسارة تاريخية لم تجد طريقة للتعبير عن حزنها إزاء هذه الخسارة القاسية إلا بترف الدموع في ليلة ستبقى تاريخية في وسط المناطق التونسية، التوزيع هو خطير يا
الصفار والهدف. هدف أول عن طريق بن هني، هدف أول في الوقت بدل ضايع عن طريق بن هني، هدف ممتاز من بن هني.